ايه حكاية خطبة الجمعة؟ الأوقاف تقول اكتبها، الأزهر يطلع يقول لا ما تتكتبش، يطلع الأوقاف ترد على الأزهر، يطلع شيخ الأزهر يرد على الأوقاف، ما تصطفلوا مع بعض. هي ناقصة؟ هي مش ناقصة، إنما إيه قصتها؟ إيه الحكاية بتاعتها؟ مين الصح ومين الغلط؟ هل من المفترض إن أنا النهاردة أتوجه لكل الجوامع تبقى هي نفس الخطبة؟ طب ما تشغلها راديو، ايه رأيك؟ شغلها راديو خلاص بقى، وقعد دول ائمة دول كلهم بعد اذنكم بقى عشان ننجز، وفر لي 10 20 30 مليون الرواتب وشغل الخطبة راديو في كل الجوامع. ايه هو الغرض من الخطبة؟ ايه الفلسفة الدينية وراء الخطبة؟ ما ممكن امام جامع في منطقة ما، من المفترض انتوا اللي سمحتوا زمان ان هم يخرجوا عن نطاق الخطبة ودور الخطبة. انما من المفترض يعني ايه خطبة جمعة؟ يعني ايه انك انت تجيب المسلمين يقعد فيكلمهم في احوالهم؟ افرض المجتمع ده النهاردة عايز يتكلم في توريد القمح، عايز يتكلم في حاجة دينية مختلفة شوية عن القرية اللي جنبه، ما هو يلجأ الى مين؟ هو يجب ان يعود الى شخص عنده قدرة على انه يتحدث معه. اللي حصل في مصر ان في ناس اخدت مخ الناس وراحت مربطاه وبدأت تدخله في سكك مختلفة. هل ده معناه انك انت تخرج منه وتروح اخدهم انت الى سكة مكتوبة؟ فيخرج الازهر يقولك انت كده بتكتم على الدين. هل ده تجديد خطاب ديني ولا ليس تجديد خطاب ديني؟ ايه هو اللغط اللي بيحصل؟ مع الهاتف الدكتور جابر طايع، وكيل اول وزارة الاوقاف. دكتور جابر مساء الخير يا فندم. اهلا بيك يا فندم. عايز اعرف ايه الجدل، ايه الجدل اللي بينكم وبين الازهر؟ في ايه؟ ولا حاجه يا استاذ محمد، فيش غير كل خير. ده احنا عندنا في وزاره الاوقاف خدنا يعني خط في بدايه عقب 30/6 ان احنا نعمل موضوع موحد على مستوى الجمهوريه. موضوع موحد ولا موضوع مكتوب؟ ما انت ممكن تقول للكل اتكلموا النهارده عن الفساد، ده موضوع موحد، ولا تكتب تقول له يقول ايه عن الفساد؟ لا، ما انت هتديني فرصه ولا حضرتك عايز تسال؟ نعم، هتديني فرصه اتكلم؟ امال انا متصل بيك عشان اعمل ايه يعني؟ ما انا اكيد متصل بيك عشان اديك فرصه تتكلم يعني. يا استاذ محمد، أتفضل. انا بقول لحضرتك عقب 30/6 احنا خدنا خط على ان يكون الخطاب الديني خطاب في المساجد، خطاب موحد، موضوع خطبه موحده، لانه كانت الناس على المنابر تتجاذب اطراف الحديد وكل ينزو بدلوه، وكانت الناس تخرج من المسجد كانه ساحه معركه عقب 30/6 مباشره. واتفقنا على الخطبه الموحده وقد عممت والحمد لله اتت ثمارها وهدات البلاد، ويعني الحمد لله الامور على ما يرام. فوجدنا تلاحظ لنا ان الموضوع طويل يطال امده على خطبه الجمعه ويصل الى ساعه وربع، وبعض الناس لا يستطيع ان يمسك بنفسه فيسقط بعض العناصر على الاشياء التي لا تروق للاخرين فتحدث بلبله في المساجد ويحدث اسقاطات على بعض الامور المعينه ولا تؤدي مضمون الخطبه ولا الهدف المرجو منها. فوجدنا امام امرين، ان احنا ان نعاقب او نجازي او كذا، واما ان ناخذ خط الخطبه المكتوبه الموحده تعدها مجموعه من كبار العلماء في وزاره الاوقاف والازهر، وتعمم على الناس خطبه الجمعه لا تتجاوز 10 دقائق او 3 ساعة على الاكثر حتى تؤدي الثمر المرجوه منها والهدف المرجو منها، بل يتعدى الامر اكثر من ذلك. 54 خطبه في السنه ب 54 قضيه معينه تعالج مواضيع معينه في المجتمع المصري، نتفق على موضوعات اخلاقيه تمس الجميع. دكتور جابر، دكتور جابر، هيئه كبار العلماء طلعت بيان رفضت فيه الخطبه الموحده، راي حضرتك ايه؟ لا، المكتوبه غلط. المكتوبة، نعم، رأي حضرتك ايه؟ لا، وانا اقدر ابدي رأي في هيئة كبار العلماء. طيب، يبقى كأني سلطة اعلى منها، لكن انا اقول لك هذا شأن اداري بحت.
تختص به وزارة الأوقاف، شأن إداري بنظم عملي، بنظم عملي داخلي، أنا مش بدور على أمر شرعي. يعني يا دكتور جابر بعد إذن حضرتك علشان نكون واضحين، أنا أعلم جيدا أن أنتم كعلماء مش عايزين تبانوا قدام الناس أن هناك اختلاف، ولكن إذا كان هيئة كبار العلماء في الأزهر رفضت الخطبة المكتوبة وانتوا طلعتوا النهاردة بيان قلتوا لا تراجعوا عن الخطبة المكتوبة، انا بالنسبة لي كمواطن افسر الكلام ده ازاي؟ لا لا لا، انت كمواطن انت خارج الموضوع، ما مالك خطبة مكتوبة خطبة مقروءة، انت ستلقى اليك خطبة الجمعة، يعني المواطن مش لا يمسه شيء في هذه المسألة، لانه هذا امر دعوي بحت يتعلق بالدعاة وائمة وزارة الاوقاف. حضرتك هتروح الجمعة، يعني في السيدة زينب الخطيب ألقى الجمعة الماضية من الورقة، ما الذي أدارهم أنها ألقيت من ورقة، وما الذي يديرهم لو ألقيت من عقله أو مرتجلا؟ لا شيء. طب يا سيدي الفاضل، إذا كانت هيئة كبار العلماء بتقول لك يا وزارة الأوقاف الكلام ده غلط، هيئة كبار العلماء أنت بتقول لي لا أستطيع أن أنا أتناقش معاهم، دول علماء، إذا كانوا بيقولوا لك الكلام ده غلط أنت مصر على الخطأ؟ لا يا فندم، هي مش قالت ده غلط يا فندم، ده هي رفضت الموضوع برمته. هي طب هي رفضته يا فندم، هي رفضته ليه؟ لا هي قالت لن نتعامل معها يا فندم، هم مش هيتعاملوا مع موضوع الخطبه المكتوبه، يعني لن يلتزموا به، لكن احنا كوزاره الاوقاف ماضيين فيه وحنمشي في طريقنا الى اقناع الساده الائمه، وعندما يرفض من ائمه الاوقاف يبقى لنا وضع اخر، لكن نحن ماضين فيه على ان نقنع به الائمه، وما زال الامر استرشادي ولم يكن قرار، لم يكن قرار حتى اللحظه. كويس، يعني هو امر استرشادي حتى الان لن يتم تطبيقه الا ان يتم التوافق عليه، صح؟ صحيح، نعم. اشكرك دكتور جابر طايع من وزاره الاوقاف.